بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا معكم سعيد مسافر مجوهرة المتوكل من قلب قصارية المنجرة. حياكم الله وبارك فيكم في المتبعين ديالنا. صلى الله عز وجل أن تكونوا في هذه اللحظات في أحسن الأحوال واني بعيدة عنه وانكم كل صور مقروي. إذن نحن نتوجه قصارية المنجرة شارع الفيدا رقم ديالنا رقم 86 الدار البيضاء. قلت أتمنى لكم هذه الأيام هذه الساعة وهذه اللحظات تكونوا بخير والأخير، أن تكونوا في أحسن حال في أحسن الأحوال أنتم وليداتكم وغير اللي كتحبوا اللي كيحبوهم. أتمنى الله تبارك وتعالى اللايف ديالي يكون جميل جديد، فيه الجديد وفيه الجمال وفيه الشيء اللي كيبغيو المتبعين ديالنا، أشياء اللي هي المستعملة. إذا معكم سعيد المسافر، معكم مجوهرة المتوكل قصارية المجرى رقم 86، الهاتف ديالنا اللي هو 0 61 93 98 90. إذن شارع الفداء رقم 86 مع الذهب الجديد ومع المستعمل ومع الهميزات مع الزينة والخزينة. إذن حياكم الله، بارتجوا معنا. إذن الحباب ديالنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أستاذ جميلة، حيا الله أستاذ زكينة، مرحبا غزلان والقائمة، والحمد لله القائمة ومتتالية متابعة. تبارك الله، تبارك الله الجميع، كل شيء كيتهضر هذا اللايف. إذن حياكم الله، مرحبا بكم، مرحبا بكم، ألف مرحبا عند مجوهرة المتوكل. تبارك الله عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بارطاجيو معنا، عبد المعين بارطاجي وخالدي بارطاجي وانتم بارطاجيو. إذن كل شيء بارطاجي إن شاء الله تعالى باش الله يوصل أكبر عدد ممكن إن شاء الله. يا مرحبا، مرحبا أختي ليلى. إن شاء الله كل شيء غادي نهضروا عليه أختي مباشرة. كتسول على شحال غرام اليوم الرادكو ان شاء الله تعالى. الرادكو هو اللي خدام اليوم، كلشي كيسول على الرادكو. مرحبا أنيسة، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سناء رشدي، يا مرحبا عبرت هادي، تبارك الله عليكم. اذا انتظروا ريتما يدخلوا الناس ويدخلوا المتبعات ديالنا والناس اللي كيتابعونا واللي يعشقوا مجوهرات الذهب ديال مجوهرات المتوكل. اذا من جديد ان شاء الله تعالى ناتيكم بالجديد. اليوم في الهميزات كاين اشياء جميله جدا، كاين واحد الاشياء اللي كتبغيو واللي كيمتازوا بها المغربيه ديالنا. اختي سكينه مرحبا والف مرحبا، تحيه للناس الجاليه المغربيه، تحيه للناس ديال الغربه، نقول لهم بارك الله فيكم. ان شاء الله عوده ميمونه ان شاء الله الى بلدكم من جديد، وانتم خارج من المغرب فانتم في قلوبنا، الله يحفظكم تبارك الله عليكم. اذا نتمنى ندخل ان شاء الله يطلع اللايف شويه ونبداو، لكن قبل ما نبداو نملؤ الصلاه، نملؤ الفراغ بالصلاه على سيدنا رسول الله، نملؤ الفراغ بافضل الصلاه وازكى التسليم على سيد الوجود سيدنا رسول الله. يلا صلوا معي على سيدنا رسول الله، صلوا معي على النبي، عاشقين في النبي صلوا عليه، صلوا على النبي يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. إذا اليوم كاين شي خويتمات اللي كيوصلونا فيهم النساء، العيالات، البنات، المتبعات ديالنا، كاين خويتمات هما هادو، شي حاجة زوينة في الخواتم، شي حاجة كلاش، كاين هذا ديال الكورميت، كاين هذا ديال الشكل هذا، إذا أشياء متنوعة، أشياء جميلة إن شاء الله اليوم معكم الجديد، نبداو إن شاء الله على بركة الله. بالنسبة للذهب اليوم اللي كيوصلوا على الذهب اليوم، في السوق ديالنا كيدير 506 دراهم اليوم. 506 درهم يعني كيدير اليوم 10120 ريال كيدير الغرام. يعني كنقول كيدير الغرام كنقصد هنا الذهب الخام اللي ما خدامش، الذهب اللي هو يعني مازال يعني في طور الانجاز. شي مسيحة ربما يكون ما واضحش مزيان. اذا نبداو، اذا كاين ما يتشاف كاين ما يتقال اليوم ان شاء الله تعالى على بركة الله على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي جميعا، عليكم السلام ورحمة الله. يلا مزيان، واش لايف الهميزات ولا الجديد؟ إذا اختي كاين الجديد وكاين الهميزات، غنبداو مباشرة بالهميزات. يلا حاولوا نتوما انكم تبارطاجيو باش اللايف يطلع ان شاء الله. بالنسبة لاختي كراميل بن قادي، مرحبا، شحال كتشوف مستعمل؟ مرحبا اختي مستعمل، خصنا نشوفوه ونحددو ليك الثمن ان شاء الله تعالى. مرحبا الف مرحبا اختي كراميل، مرحبا اختي نهى، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا دائما الملء الفراغ بالصلاه على سيدي الوجود. يلا هزوا معايا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، هزوا معايا الصلاه على النبي،
عاشقين في النبي صلى الله عليه. يلاه على بركة الله، يلاه على بركة الله. كتسنى يدخلوا الاخوات لان كيبغيو يتابعونا، وكيقول لك القول الله يداز، حنا كنبغيو مباشر. حنا كنقول لكم الان ريثما اللي كيعرف شي حد يبارطاجي معاه، واللي ما كاين اللي ما كيبغي يعرف بالجديد مرحبا. اذا اللي ما كيعرفش مشاورات المتوكل، حنا كنتواجدوا في كاسات المجرى الشرعي في دار رقم ديالنا 86. اذا اللايف هو غادي في كيطلع هو غادي الان. مرحبا، الهاتف ديالنا اللي هو 06 78 91 34 27، 06 78 91 34 27. كنعاود ناكد على الهاتف ديالنا لان اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الدراري، مع عبد المنعم او مع خالد. 06 78 91 34 27. تبارك الله على الكليات، تبارك الله على الحبايب ديالنا، تبارك الله على المتبعين والمتبعات في داخل الدار البيضاء الكبرى، جيران ديالنا، حياكم الله، بارك الله فيكم. بارطاجيو معنا من جديد، أؤكد لكم وأذكركم، تبارك الله عليكم نتوما. وعليكم السلام أختي مليكة، مرحبا أختي مليكة. وعليكم السلام أختي، كي دايرة بخير؟ حكم لاباس، إطلالة جميل إن شاء الله. مرحبا 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 بالجميع. إذن مرحبا بالناس ديال الدار البيضاء، الجيران ديالنا، ومرحبا بالناس ديال المحمدية كذلك، ولا الناس ديال الرباط، تبارك الله عليكم. ولا ننسى الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا في الشرق، تبارك الله عليهم، الذين وجدوا والنهضور تازة، تبارك الله عليهم. إذن القائمة تبارك الله، المغاربة ديالنا كلهم مرحبا. ولا ننسى الناس ديال الخارج، تبارك الله عليهم، حياهم الله، تبارك الله، كيستافدوا معنا وكنستافدوا معاهم، الله يجزيهم بخير. الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظنهم يا رب العالمين. منصوري سعيدة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالكة اللهم لك الحمد يا أختي، الله أكثر من الحمد. وإن شاء الله تبارك وتعالى يبارك لنا في هذا اللايف ديالنا، ويبارك لنا في هذا المباشر ديالنا، ويبارك لنا سبحانه وتعالى حتى في البيع والشراء إن شاء الله تعالى. أختي فريدة، السلام عليكم سبحانه من الناظور، تحية الناس ديال الناظور، حيا الله الناس ديال الناظور، حيا الله الناس ديال الحسيمة، الناس ديال العروي، الناس ديال زيو، تبارك الله عليهم، كذلك الناس ديال البركان. إذا القائمة ما شاء الله، المغرب ديالنا لله الحمد، بناسه هو جميل وبناسه أجمل. السلام خويا، دير لنا تمن جيان أختي ابتسام، هذا هو الواجب ديالنا، هذا هو المبتغى إن شاء الله، هو أننا نديرو تمن جيان بسلعة مزيانة إن شاء الله. هاكم نتوما معنا مزيان إن شاء الله تعالى، وحنا معاكم بإذن الله تعالى، كلو مزيان إن شاء الله. زيدان أنوار، مرحبا أستاذ زيدان. إذا اليوم اللايف ديال اليوم تبارك الله، اليوم اللايف ديال اليوم راه تبارك الله، إذا دعوا على بركة الله باش ما نضيعوش الوقت، والوقت لا يسمح كيف كتعرفوا. إذا كاين تعادل دابا الآن بين الناس ديال انستغرام والناس ديال فيسبوك. إذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيدان أختي همس الحياة ما شاء الله، مرحبا مرحبا. إذا على بركة الله نبدأ. بالنسبة لليوم نبداو بهذا البراسلي، هذا اللي هو الهميزة، شوفوا معايا كيفاش داير هذا البراسلي في الهميزات، شوفوا كيبقى ب 550 درهم، هذا في الجد كيدير 670 درهم، الآن 560 درهم، 560 درهم الغرام، قياس جميل، هو باقي جديد تبارك الله، هذا باقي جديد، القياس ديالو قياس 5 لا قياس 6، هذا قياس 6، قياس 6، الوزن ديالو كيبقى 28 غرام، كيبقى 560 درهم، 15600 درهم، 1560 ديال الأورو، هذا في الهميزات، هذا في الجيل كيبقى تقريبا الجيل كيدير 650 درهم، الآن 560 درهم، شوفوا معايا الأناقة ما شاء الله. إتقان الروعة، حتى مولاته تبارك الله تقول بحالها ما كانش لابساه، شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله. هاد المرعين هاذي طب أروح طابلو هنا باش نحطو هادو، كاين هاد البراسلي هذا 550 درهم، شوفوا معايا 550 درهم، الميزان ديالو، الميزان ديالو 13.35 غرام، 13.35 غرام، هذا
13.35. شوفوا معايا جميل جدا حتى هو. القياس ديالو هو 6.5، 6.5 اللي ديال عمره تبارك الله هذا راه زوين. 6.5، 6.5، 550، 13.35، 550 درهم، كيبقى 734 أورو، 734 أورو ليا 7340 درهم. هذا 7340 بالريال، عاود لكم بالريال ثاني لأن العيال كيسولوني على الريال. 146000 ريال، 146000 ريال و 800، هذا 146000 و 800 زوين صحيح. 13 غرام و شوفوا كيف باش كيبان، كيبان لكم شي عيب ربما، كاينش العيب. طير هذا زوين جدا ما شاء الله. كاين واحد اللي شتا هو في الميزان، شوفوا معايا هانتوما. تحية للناس الجالية المغربية في فرنسا، تبارك الله على اختي فوزية والنواحي، الاخوات الاخريات تبارك الله عليكم. هانتوما هانتوما شوفوا معايا دبليج ما شاء الله، لما له ميزات العيادات. شوفوا له ميزات دبليجات اليوم ان شاء الله. دائما نوريكم الجديد في مجال الذهب، في مجال المستعمل، في مجال الهميزات. اذا هادو دبليجات واعرين. بالنسبة لهذا القياس ديالو، هانتوما القياس ديال هذا، القياس ديالو 6.5، 6.5. شوفوا معايا الدق كيفاش داير، الدق متقون ما شاء الله. تحية للصناعة المغربية، تحية لكل صانع مخلص تبارك الله عليه اللي كيصنع الحرفة. شوفوا تبارك الله، شوفوا معايا كيفاش كيبان. هدا كنحاول أنني نبين لكم السلعة ما أمكن. هذا الوزن ديالو، شوفوا معايا، سمعوا معايا الميزان ديالو. الوزن ديالو هذا فيه 19 غرام أونص، 19 أونص، 19 أونص، كيبقى ب 550 درهم. هاهو 550 درهم، 10700 درهم، يعني 1,014,000 ريال، 1070 أورو. هانتوما شوفوا معايا الجديد تبارك الله، ولكن راه ما شاء الله فن. هانتوما كذلك هذا الدبيج هذا، هذا كيبقى ب 530 درهم، 530 درهم الوزن ديالو ما شاء الله. هذا فيه 14 و 15 غرام، 14.95، القياس ديالو 6.6، 14.95. ها هي 530 مضروبة 14.95، 65 عفوا 7900 درهم، مقسومة على 5 كتعطينا 158000 ريال. هذا 158000 ريال. كاين كذلك هاد البريج هذا، شوفوا معايا القياس ديالو، القياس ديالو 7.5، القياس ديالو 7.5 في 10 غرام فاصلة 90، كيبقى الثمن ديالو هذا 6200 درهم، 6200 درهم. شوفوا معايا 124000 ريال. إذا دائما حنا مع الجديد في 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 مع الهميزات. شوفوا معايا هاد براسيل ميسيكا، القياس ديال هاد ميسيكا، القياس ديالو 5.5، ها هو 5.5 زوين، 5.5 الخاتم ديالو. ها هو جوجهم في الميزان ديالهم، ها هو جوج ميزان ديالهم. تا القياس ديال الخاتم هو هذا، القياس ديال الخاتم 56، الميزان ديالهم بجوج كيبقاو 15.90، 15.90، 540 درهم، 540 درهم، كيبقاو 102 و الريال 172000 ريال، 172000 ريال بجوج. تبارك الله، شتو الميزان كيفاش داير، الميزان ديالهم كيفاش تعامل، الثمن الوزن ديالهم شتو سمعتو، و بالثمن عفوا بالدرهم 8600 درهم، 860 أورو، هادو 550 درهم باش كيبقاو الغرام. ها هما على بركة الله. ندوزو لحوايج أخرين،
لان اليوم كاين ما يتشاف وكاين ما يدار، خصنا نسربيوكم لان تبارك الله اليوم القائمه شاء الله تبارك الله قائمه طويله. وريكم واحد واحد الشوكه، شوفوا معايا ما شاء الله، شوفوا معايا الدق الاصاله المغربيه عادي. فكرون فكرون اللي كيبيعوا ل هما هانتوما عيال الزينه وخزينه، شوفوا معايا الخدمه كيفاش دايره، ممتازه ما شاء الله. حجر حر، شوفوا معايا حجيرات ممتازين حرين، داكشي داكشي اللي على بالكم. لبسه جميله جدا اللي جات مع هذه، راه كيجي في اللبسه خطير متميز. الى بارطاجيو ما تنساوش. يلا فاطمه الزهراء جوهره نور، مرحبا الف مرحبا، يا مرحبا بالحباب ديالنا. يلا بارطاجيو بارطاجيو ان شاء الله باش حنا نشجعوا نزيدوا الامام ان شاء الله، باش اللايف ان شاء الله ما يكون مطولوش بزاف. هذا شوفوا معايا هذا خطير جدا. بالنسبه للوزن ديال هذا اللي تبارك الله، هذه فيها 92 غرام فاصله 80، 92 غرام فاصله 80، شوفوا معايا ما شاء الله 92 غرام فاصله 80، يا سلام اللهم بارك اللهم بارك. شوف معايا هذا خطير جدا، هذا كيبقى بالثمن ديالو 540 درهم الغرام، ولكن اش نقول لكم هذا راه ميزه. واش من ميزه هذا؟ شوفوا معايا، شوفوا من الداخل ديالو كيفاش كيبان، شوفوا الذهب ديالو، شوفوا الاتقان ما شاء الله على الصناعه المغربيه، ما شاء الله على الذوق الرفيع المغربي. شوفوا ما شاء الله، شوف ها انتما 540 درهم، هذا كيبقى ب 5 مليون و100 درهم، 5010 ديال الاورو، 5 مليون و2000 ريال، ما شاء الله الثمن 540 درهم الغرام، 540 درهم الغرام ما شاء الله. فاطمه الزهراء راد كورو مي عافاك، مرحبا اختي فاطمه الزهراء الف مرحبا. مليكه مكناسي مسكاري مرحبا، الله يحفظك اللهم بارك وزد في ذلك، شكرا امين امين. اذا ذلك يبقى 5 مليون و100 درهم، 5000 اورو و10، 5010 ديال الاورو. يلا بارطاجيو، يلا وصلوا معايا على النبي، يلا 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 الاصابع الذاكره، الاصابع الوصل لي على النبي، يلا 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 بارك الله فيكم تبارك الله عليكم حياكم الله. 5 مليون و110 ديال الاورو، شحال فيه؟ 92 غرام و80، 540 درهم، ما كاينش هذا، هذا 600 درهم الفوق. ها هو اليوم عند المسافر سعيد مجوهرات المتوكل 540 درهم، شوفوا معايا يا سلام على الجمال تبارك الله عليكم. ها هو ندوزو لواحد اخر ثاني، ها واحد اخر عاود ثاني، ها هو واحد اخر ثاني تا هو ما شاء الله، تدا فيه 94 غرام، 94 غرام فاصلة، شوفوا قبل ما نوريكم 94 غرام فاصلة 70، ها بابا ها شوف 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 تبارك الله ما شاء الله، شوفوا شوفوا شوف خطير هذا تا هو، شوفوا هذا تا هو اللهم بارك. شوفوا تحية الناس ديال الصويرة، تحية الشياطمة ديالنا، تحية سواسا، هانتوما اي تفراوت، شوفوا معايا شوفوا معايا الاناقة، شوفوا الجمال هانتوما هاكا ما شاء الله. هذا فيه 94 غرام و70، 540 درهم، شوفوا معايا شوفوا من الداخل كيفاش كيبان، شوفوا الحجم متقونة مخدومة ما شاء الله. إذن الكلمة لكم، هذا كيبقى 540 درهم، كيبقى 51100 درهم، تاع هذا 5 مليون و22000 ريال، 5110 ديال الاورو تبارك الله. شوفوا معايا اذا هذا حتى هو راه رائع جدا، امين الله يسخر الله يحفظكم ما شاء الله. واعر ياك اختي، هاو يلا واعر اجيبني بيت ان شاء الله، تستاهل كل خير تبارك الله عليك، الله يحفظك اختي. تحيه المكانسه تبارك الله عليكم، وتحيه الناس ديال مكناس، الناس الطيبين الشرفاء تبارك الله عليكم. هانتوما شوفوا معايا، هانتوما الناس ديال مكناس، هانتوما الناس عشاقة، شوفوا معايا شوف ما شاء الله، هذا كيبقى ب 51100 درهم،
بقيت لقينا لكم واحد المنظمه اليوم واعره جايه، واحد المنظمه ممتازه، واحد المنظمه من داك الشرفيح. هذيك المنظمه خالد فين حكينا، هذيك المنظمه نعماس تبعت له. بسم الله ها هي نفسي، بسم الله. منظمه في غايه الجمال، شوفوا معايا، شوف منظمه ديال الهبال، شوفوا معايا، شوف كلها اللون الروزي، شوفوا معايا، هذه منظمه واعره. شوف الذهب القديم، هذه الذهب القديم، هذه زوينه ما شاء الله، خطيره جدا. والقياس ديالها هانتوما كتشوفوا، نعبروا حتى الطول ديالها، شوفوها من الداخل كيفاش كتبان. الحجر حر فيها، شوفوا معايا روزا، حجر روزا، شوف الحجر كيفاش دايره، تبارك الله، شي ملكي، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هي في الحقيقه كيخصها شي اش تحط باش تبان مزيان اكثر، ولكن لي زين زين سترت لها داز سامبل وختول تبعات ولا باقيه. مرحبا اختي منى عليا، مرحبا اختي ليلى، لا اختي السامبل مفتوله تباعو، تبارك الله عليك. ولكن ان شاء الله غادي يجيو ان شاء الله. وتواصلي مع الدراري ب 06 06 78 91 34 27، تواصلي مع خالد وهو غادي يقول لك ان شاء الله. اذا هذه خطيره جدا، شوفوا كيفاش كتبان، شوفوا الجمال، شوفوا الاتقان، انتم حكموا. حتى في الميزان ديالها زوينه، فيها 246 246، نعطيكم الطول ديالها، الطول ديالها هو هذا 60 و 60 30 60، تقريبا فيها 80 في الطول، 80 في الطول. الوزن ديالها هو هذا، ها انتم سمعوا الميزان ديالها، هذه واعره، هذه الميزان ديالها، الميزان ديالها 246 غرام و 80، 246 غرام فاصلة 8 كتبقى 580 درهم. هذه الدق القديم، هذه الدق القديم ما شاء الله، هذه كتبقى 14 مليون و 300 ألف فرنك، 143 ألف درهم. تحية لعماري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كيبقى 143 ألف درهم، يعني 14 مليون و 300 ألف فرنك، 14300 أورو. إذا مرحبا، ألف مرحبا. إذا الهبال في الجمال وفي الفن، الإتقان والروعة ما شاء الله. هذه كتجي في اللبسة خطيرة جدا، ها هي بارك عليها ونزيدوها. محمد منعم مرحبا، ألف مرحبا سي منعم. هاد المنظمة خلاص، هادي راها، هادي تبعت، هادي لي كنا شنا ديك السيمانة، هادي لي بغاتها نقدرو نوجدوها ليها. ولكن هادي بصحة مولاتها لالا مليكة، أستاذة مليكة، تبارك الله عليك، هنيئا لك، نفع الله بك ويسر أمرك. هادي بصحة والراحة، هادي تبعت، هادي باقية بصحة والراحة، هادي الله ينفع. بسم الله. بالنسبه للحوايج الاخرين باقينا كذلك، بقى هذه حتى هي السلسله، هذه هذه فيها 31 غرام و 60، 31 غرام فاصلة 6، ها هي جات. ها نتوما اللي كيوصلنا على هاد المداوجة، هادي كتبقى ب 19000 درهم، 19000 درهم، مليون و 180000 ريال، جوج المليون قل 20000 ريال، 1900 ديال الأورو. زوينة هادي، شوفوا خدمة عريضة خطيرة، زوينة جميلة، تبارك الله عليكم. ها نتوما شي، اللهم بارك. كاين هاد البراسليات هادو تا هما في الهميزة، تا هما شوفو معايا في الهميزة هادو، كاين هاد البراسلي فيه 28 غرام و 20،
كيبقى 540 درهم، 15200 درهم، 1520 أورو، 1520 ديال الأورو. ها هو القياس ديالو، عفوا عاودو القياس ديالو، القياس ديالو هو هذا، القياس ديالو 5.5. كاين هذا الاخر حتى هو ونعيم. اجي اجي ردي هذا، اجي ردي هذا 16 غرام و 60، 16 و 60 540 درهم، كيبقى ب 9000 درهم تقريبا، 9000 درهم نقول 8960 درهم. احسن شيء هنا كاين هذا توا دور هذا براسلي وحده زوين، هذا ديال الوردة في الميزان ديالو 28 غرام ونص، 28 غرام ونص كيبقى 530 درهم، هذا 15100 درهم، 1510 ديال الاورو. اختي هين الله يحفظكم، اختي بارك الله فيك، الله يجزيك بخير، هذه شهادة نعتز بها، بارك الله اختي هين، الله يحفظكم، الله يرعاكم، الخير فيكم اختي. ام هارون الله يجزيكم بخير، اختي فاطمه الزهراء، اختي ام هارون يا مرحبا. اذا هذا كيبقى ب 15100 ديال الدرهم، اللي هي 1510 ديال الاورو. اليوم راه كاين ميتشاف، اليوم شوفوا كاينه الثانيه، ها انتم العروسه اللي كيبغيو الميزات حاجه زوينه المناسبات، راه كاين ميتشاف باش ما نطولش عليكم، راه اليوم كاين اشياء زوينه ان شاء الله، اصبروا معنا ان شاء الله، حنا غادي نديروا مجهود ان شاء الله باش نوريكم داكشي اللي كله كاين باذن الله تعالى. كاين هاد البراسليات هادو حتى هما، شوف معايا ها هما 570 درهم، حسبنا اليوم 570 درهم، 570 درهم، قياس 6.5، 6.5 صامة. بالنسبة للوزن ديال هادو، هادو كيبقاو 25 غرام و 60، كيبقاو 14600 درهم، 14600 ديال الدرهم، 14600 ديال الدرهم. مريم الحمداوي يا مرحبا اختي مريم، تبارك الله عليكم، مرحبا بالجميع. بالنسبه للبراسلي اللي كيبغيو الوحدات والبراسليات، كاين بحال هادو الهميزات، شوفوا معايا كاين بحال هاد الواحد هذا، الوزن ديالو فيه 5 غرام و 70، كيبقى الثمن ديالو 550 درهم، هذا كيبقى ب 3150 درهم، 63000 ريال، 63000 ريال، براسلي زوين 63000 ريال، قياس 5.5، قياس 5.5، 63000 ريال، ها هو، ها هو 63000 ريال. كاين كذلك هذا الاخر فيه 8 غرام و 20، 8.20 ها هو 550، هذا كيبقى ب 90000 ريال، 90000 ريال. كذلك هذا فيه حتى هو كذلك 7.8، 550، هذا كيبقى ب 86000 ريال، 86000 ريال، 4300 درهم. اليوم غنبروكم ان شاء الله 5.80، 540 درهم، 5300 درهم، 5800 درهم، يعني 116000 ريال، 116000 ريال. بالنسبه للهميزات كذلك كاين الكورميطات، ندوزو للكورميطات، ها ترودي شحال اقل وزن في الدبليج مبروم صحيح، مرحبا اختي وداد ان شاء الله تعالى، قل الوزن على حساب يديك، اذا كانت يديك ضعيفه يعني واخا نقدر نديرو فيه حتى ديك 10 غرام 8 غرام ممكن. مرحبا اختي وداد، مرحبا. هاد الكورميطه ديال طروادي كتبقى ب 550 درهم للغرام،
الهميزات 550 درهم الغرام، هذه فيها ما شاء الله فيها 4 غرام و 90، 550 درهم. ها هي اللي كتبقى بالريال، كتبقى 54000 ريال تبارك الله، باينه 54000 ريال. شوف الدرس تبارك الله صحيحة وزوينة. تحية خالد فضولي، يا مرحبا. 2700 درهم، 270 ديال الاورو. السلام على اهل اختي رشيدة، مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا باخت رشيدة. السلام عليكم، كي داير؟ لاباس عليك بخير ما شاء الله على سلعتك الرفيعة والاخلاق الطيبة، بارك الله فيك اختي رشيدة، والحمد لله على سلامتك وشكرا لهذا المشاركة ديالك من جديد معنا. تبارك الله عليك اختي، شكرا بزاف، الله يلا كنفرحوا ملي كنشوفوك دخلتي عندنا ومتابعانا. تبارك الله عليك، تحية لجميع الناس القصر الكبير، تحية للناس ديال العرائش والنواحي، تبارك الله عليكم. اذا هذا كيبقى 2700 درهم، 270 اورو، 270 اورو. واش كاينه النبالة في الهميزات؟ كاينه اختي، دوزنا شي بركة وان شاء الله نبقاو نتواصلوا معنا، شوف مع الدراري يوريو كلشي اللي عندنا. 2700 درهم، 54000 ريال. ها هي هانتوما، ها واحد فان كليف، شوفو السلسلة ديال الفان كليف، شوفو معايا هادي، هادي كلشي الهميزة اليوم، هادي تاهي هميزة فيها شجر كاع، هادي هادي فان كليف، هادي كاينة وحدة فيها ديال البنانة اللي كيقلبو على البنانة، ها هي قربتها ديال البنانة، ها هي كاينة. إذا خلو الفان كليف باش مندوخكمش، فان كليف ها هي، شوفو معايا ناضية زوينة، هاهي ممتازة، ممتازة. الوزن ديالها هو هذا ما شاء الله، هذه فيها الميزة ديالها 4.6، 4.6 كتبقى 560 درهم من تا هي كتبقى 2600 درهم، اللي هي 52000 ريال، 52000 ريال تجي في اللبسة. يا سلام ما شاء الله انتما. وعليكم السلام اختي اسيا، مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله، بغيت براسلي 63000 ريال. مرحبا اختي اسيا، الا كان عبر ديال يديك يعني ما غليظاش في يديك راه مزيان، تواصلي مع خالد 0678 91 34 27، وراه يعز عليك اختي اسيا، مرحبا الف مرحبا. اذا داك براسلي ديال ابن نعيم، داك براسلي حيدو ديال آسيا، ديال آسيا وكتب السميه ديالها، هذا كيبقى ب 2600 درهم، يعني 52000 ريال. هاد الاخرى ديال البنانه ها هي، هي البنانه فيها 4.76 غرام، 4.76. السلام عليكم، شي 6000 الهميزات نمره 19 ان شاء الله تعالى. بولا بول، مرحبا عمران لوجين، مرحبا، السلام عليكم، صلاه ديال غورميت رادكو شحال الثمن الغرام؟ مرحبا، عافاك، عندك علاقه لويزا خاويه ديال تخرام، ربما خير خالد علاقه تخرام كاينه، راه نشوفوها. مرحبا، اذا هذا فيها قلت فيها ربما نسيت شحال قلت فيها، فيها في الميزان ديال هذه فيها 4.84، 84 هذه كتبقى 560 درهم، 560 درهم. على كل حال قبل 2200، 2200 عفوا، 2600 درهم، 2600 ديال الدرهم، حتى هي 52000 ريال. هاد الاخرى حتى هي فيها ما شاء الله 5.40 غرام، 5.4 غرام، 5.4 غرام، اييه 5.4، 5.4. ها هي الوزن ديالها 5.4، 560 درهم، هذه كتبقى ب 3000 درهم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، 3000 درهم، 300 اورو. الاذان الان صلاه العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي، تقبل الله من الجميع. نستناو واحد الدقيقه ان شاء الله تعالى ونصرف العمل.
بالنسبه لان شاء الله السلف والعمل. اذا نشوفوا هذا القربطه هذه حتى هي الميزات. شوفوا معايا كيفاش دايره ديال القشيوشات. هذه فيها برد ديال اتاي وفيها انتما برد ديال اتاي وفيها البرارد وفيها تبارك الله. شوفوا معايا قشيوشات ممتازين. هذه ما عرفت انا وحدات ليا هنا. على كل حال الناس اللي كيعجبهم يكون مثلا تقشيوش كاين. هذه زوينه الوزن ديالها هو هذا. الميزان ديالها فيها 11 غرام ونص. الثمن ديالها كتلقى 7000 درهم 700 اورو 700 فرنك. حاجه زوينه ما شاء الله. ها هي باقي ما يتشاف الناس باقي ما يتشاف العيالات. كاين داكشي من برا اللي كيقولوا كاين هاد الحلقه حتى هما في الميزات. شوف معايا هذه الرافينيتي. الرافينيتي ها هي السلعه. شوفوا معايا الحلقات كيف مخدومين. حلقات روعه ما شاء الله. الميزان ديالهم الوزن ديالهم كيب فيهم 8 غرام 40 8.40. كيبقى الثمن ديالهم هادو 4700 درهم ما شاء الله. شي حاجه باقي جداد هادو تبارك الله. 4700 درهم شوفوا معايا ما شاء الله 4700 درهم يعني 94000 ريال. يا سلام 560 درهم غرام. شكون يسولني قبيله على الخواتم ديال بالنسبه للنصاص. كاين هاد الخواتم ها هما. كاين هادو ديال النصاص هما الخواتم. كاين هادو كاين هادو عطيني النصاص. كاين اللي سميها العصير الصابون كاين حتى هو عصير الصابون. كاين عاوتاني هاد الموديل هذا حتى هو كيبغوا الخواتم ديال ها هو ديال العصير ديال الصابون تاني. ها هو عصير الصابون. القضيه اليوم قلت لكم راه كاين ميتشاف اليوم. ما عليكم انكم تبارطاجيو معنا هاد اللايف. كنشوف تبارك الله الحباب ديالنا ها هما متبعين معنا وكيبارطاجيو معنا. قولوا تبارك الله عليكم. هانتوما شوفوا معايا هادو كلهم خلطيت تاع مخلطه هنا. كاين ديال عصير الصابون وكاين ديال التخرام وكاين ديال النص. هانتوما اللي بغا شي حاجه يتواصل معنا. حنا غادي نبداو الان ان شاء الله في التفاصيل. يلا بارطاجيو ان شاء الله باش نبقاو دائما دا معكم. اللي ما كيعرفش سعيد مسافير مجوهره المتوكل قيصريه المجرى ان شاء الله تعالى. بالنسبه للتعليقات ديال كيسوا على التعليقات ديال سميتو ها هي مرحبا الف مرحبا. التعليقه خاوي بغيتي مرحبا اختي جيبي النص ومرحبا بك. التعليقه ها هي نتمنى تكون كل شيء واضح. مرحبا. اذا كاين التعلق وكاين خواتم. ها خواتم ها هما عامرين حتى هما اللي بغيتهم خاويين كاين هما. ها هما خاتم خاوي هو خاتم خاوي. جبال لويزا ونركبوها لك هنا. الف مرحبا. بالنسبه للخاتم هذا نشوفوا لكم هذا الخاتم ديال لويزا شحال كيدير. خاتم ديال لويزا على بركه الله نفصلوا التفاصيل. بالنسبه لهذا الخاتم ها هو ديال لويزا شوفوا معايا هذا فيه 5.90 غرام. كيبقى الثمن ديالو هذا كيبقى 3800 درهم عفوا هي 76000 ريال 76000 ريال. ها هو عصير الصابون بشحال والدوره بشحال خالد. يلا سول واحد كسولك الاخت على الخاتم شحال فيه. كاين هذا 6.7 كاين هذا كيدير 4300 درهم 86000 ريال. كذلك هذا فيه 7.30 غرام. هذا كيبقى 90000 ريال.
هاد العصير الصابون، انا جاي لي اختي، انا جاي لعصير الصابون نقولك دابا كاين هاد لهدا تا هو واعر، بيس ديالو واعر، الميزان ديالو ممتاز، خدمة نقية ناضية، الوزن ديالو 3.5 غرام، 3.43 غرام، هدا كيبقى 5800 درهم، 580 أورو، 116 ألف ريال. كاين عصير الصابون، ها هو عصائر ديال الصابون، كيقول لي عصير الصابون ها هما، ها هو هادو عصير الصابون طبيعة الحال، اللي بغا شي حاجة يتواصل معنا. هذا عصير الصابون، هذا 3.30 غرام، كيبقى ب2000 درهم، 2000 درهم، 40 ألف ريال. عصير الصابون 40 ألف ريال، اللهم بارك. طاقم رميين اختي كاينين، مرحبا اختي كاين، طب فدوى اختي كاين، كاين اختي كاين شي راه دخو، كاين اختي فدوى كاين. مريم مرحبا اختي مريم، هذا قلنا دوزناه مزيان، 2000 درهم. ها هو هذا الكبير، هذا شوف معايا العصير الصابون، الميزان ديالو 3.82 غرام، كيبقى ب 2400 درهم، 2448 ألف ريال. شوفوا معايا خاتم، واش مخاتم ب 48 ألف ريال. هادو كيبقاو ب 2000 درهم الواحد، 2000 درهم الواحد. هادو هاد عصير الصابون خواتم. بالنسبة للتخرام كاين هاد الموديلات، هادو اللي كيبغي هاد الشكل هذا، كاين هاد الموديلات كلو، ماشي كلو، هاد الموديلات درناهم تخفيضات هامة. هاهما الراد كل منقوش بشحال تخدمو عافاك. هاد الخاتم هذا كيبقى ب 3200 درهم، 64 ألف ريال، 6.80، هذا فيه 6.80، كيبقى ب 4200 درهم، 4200 درهم، 84 ألف ريال. كاين هذا تا هو، بارطاجيو العيالات، بارطاجيو النساء ديالنا. هذا 5 غرام، كيبقى 3300 درهم. و نختمو بهذا تا هو، الخاتم تا هو فيه 4.20 غرام، هذا كيبقى ب 48 ألف ريال. بالنسبة لي كيبغي خاتم إذا فيه النص، كاين هذا خاوي، هذا خاوي شوف، 5.60 غرام، كيبقى الثمن ديالو 3400 درهم، 3400 درهم خاوي. بالنسبة لي اللي كيبغي، اللي كتبغي الكلاش وشي حاجة راه كاينين، هانتو ها واحد كولي واعر بالنسبة للعيالات أو النساء والبنات اللي كيبغيو الدك الأصيل المغربي. كاين هذا الموديلات واعرين، شوف معايا هادو زوينين، هذا هذا الموديل، هذا نبداو بهذا هو الأول، هذا ميزان ديالو 44 غرام و80، 44 غرام فاصلة 80، هذا منعم. هذا 44 غرام فاصلة 80، هذا خير زوين، كيبقى الثمن ديالو 27 ألف درهم، 27 ألف درهم، 2700 ديال الأورو. شوفوا الجمال والإتقان، 2700 ديال الأورو، يا سلام. هانتوما شوفوا الخدمة كيفاش كتبان، هاهو. باش مطولش عليكم، وانتم عليكم تواصلوا معنا عبر الهاتف ديالنا. كذلك كاين هذا الموديل، هذا حتى هو ممتاز، 41 غرام و80، ما شاء الله ما شاء الله اختي. شوف معايا، شوف هذا الموديل كيفاش كيبان،
41 غرام و 80 41 غرام فاصلة 80 25000 درهم 2500 ديال الاورو جوج مليون ونص جوج مليون ونص مرحبا اختي نخلي لاختي مرحبا نخلي لك هذا ولا هذا شكون فيهم اللي بغيتي مول الحجره خضراء ولا مول الحجره بيضاء شوفي اللي بان لك اختي خليه نتصل مرحبا في التصنيف فينا اللي بغيتي واش هذا ولا هذا العمود تواصلي معنا 06 78 91 34 27 ونعزلو اختي ان شاء الله تعالى الى كان النصيب ديالك ان شاء الله تبارك الله كاين ميت شاف كاين ميت در البنات كاين ميت در العيالات ولكن راه الوقت ما شاء الله حتى اللي بغى المارياج ان شاء الله راه كاين المارياج زوينين هانتوما كاين هذا الكولي كاين هذا الكولي هذا السلسلة تبارك الله اختي سكينة مرحبا مرحبا بك اختي ان شاء الله تعالى المهم تواصلي مع خالد 06 78 91 34 27 وديك الساعة ورينا اللي بغيتي نخلو اختي ماشي مشكلتي ديالنا مرحبا الف مرحبا اختي غير تواصلي مع خالد في الهاتف وان شاء الله سكريني داك الكولي اللي بغيتي نخليه اختي ما كاين حتى اشكال مرحبا اختي تسنيم هذا الوزن ديالو والثمن ديالو هذا في الميزان ديالو هذا في الميزان ديالو فيه 12 غرام و 40 هذا كيبقى 7600 درهم 7600 760 اورو شوفوا معايا خدمه شي ملكي شي غوار ما شاء الله سولوني على راتكو دروني قبيله كاين هذا الراتكو هذا الله هذا الرادكو هذا ها هو الله اكبر اللي بغى هذا الرادكو راه كاين هذا الرادكو ديال الريزينغ كلهم حاضرين دابا الان كاين هذا الرادكو هذا ها هو حتى هو نحطو هنا ها انتوما معايا شوفوا معايا وحده وحده ها رادكو اخر ها هو كاين هذا حتى هو ها هو كاين هذا العجب حتى هو هاو كاين هاد الجهة كاين هاد الراد كخر هذا حطو حدا هاد الكورميطة هادي نتوما كاين هاد السلسلة تا هي كلهم منوعين شوفو معايا شي يلا بارطاجيو معنا بارطاجيو معنا البنات يلا الكليان ديالنا هي الناس ديال انستغرام وناس ديال فيسبوك كيبان لي الناس ديال فيسبوك يعني رابحين رابحين الماتش اليوم على بركة الله نبدا هي طاحت هذه اللي من هنا نقول لها رجعي هنا بالنسبة لهاد هاد هاد السلسلة هادي الوزن ديالها هو هذا الميزان ديالها اللي يبقى رويال ها هي الرويال ها هي فيها 25 غرام فاصلة 7 الثمن ديالها كتبقى ب 570 درهم هذي كتبقى ب 14500 درهم 1450 اورو 1450 اورو هذي هاد الكورميطة هذي ديال الريزينغ فيها الثمن ميزان ديالها 13 غرام فاصلة 83 تبقى الثمن ديالها 8300 درهم اللي هي 830 اورو 830 اورو بسيرتي بالحجر 830 اورو بالريال 166000 ريال هادي 166000 ريال كاين هذا الرادكو هذا ها هو حتى هو الريزين فيه 17.40 تيبقى الثمن ديالو 10400 درهم 1400 ديال اورو 1400 ديال اورو باين بهج تبارك الله هذا زوين هذه الاخرى فيها 18 غرام
80 كتبقى 11,130 أورو، يعني 1,026,000 ريال. هذه ديال السيدي، كورميطة ديال السيدي، وكاين حتى ديال العنق ديال السيدي. هذه كورميطة ديال السيدي شتوها، يا سلام ما شاء الله، فيها الميزان ديالها، الميزان ديالها فيها 14 غرام ونص، كتبقى 8700 درهم، 8700 ديال الدرهم. كذلك كاين هذا البوديك جو تاع الموديل زوين، كيبقى الوزن ديالها 25 غرام و 50، كتبقى ب 15300، 1,500,000 ريال، 1,500,000 ريال، 1530 ديال الاورو، 1530 ديال الاورو. هذه زوينه، كتجي مقبوط على العنق. هذه هي الرادكو تاع هي، فيها 21 غرام و 34، 21 غرام، هذه 21 غرام فاصلة 34، ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. شوفوا معايا، هذه زوينة، فيها 21 غرام فاصلة 30، الطول، الطول ديالها نقول لكم باش اللي بغات شي حاجة تكون هذه طويلة. الطول ديال هادي على بركة الله فيها 30، وفيها هادي 45 في الطول، هادي 45 في الطول، هادي قديمة، شتيها 45 في الطول. الوزن ديالها 21 غرام فاصلة 36، هادي كتبقى ب 550 درهم، 11,750 درهم، 1,175 أورو. بالريال قسم على 5، 1,035,000 ريال. الوزن ديالها 21 غرام فاصلة 36. شوفوا معايا، هادي هي هادي، كاين هاد الكورميطة التالية، تحية الأستاذة وفاء، تحية لأختي وفاء الطيبة. ها هي الكورميطة ديالك، ها هنا نجيبو وحدة تقل منها إن شاء الله. بسم الله، هذه الوزن ديالها 25 غرام فاصلة 65، 560 درهم الغرام، هذه 560 درهم الغرام، 14,400 ديال الدرهم، 14,400 يعني 1,088,000 ريال، 1,440 أورو، 1,440 أورو. اليوم كشتو كان اللايف تبارك الله، كاين ما يتشاف، كاين ما يدار، وباقي كاين باقي ما يدار، ولكن ان شاء الله تبارك وتعالى نخليو ان شاء الله الاشياء اخرى، لان باقي الوقت كيزحمنا. هانتوما كاين سلسله زوينه حتى هي، اللي بغى الكلو عندنا الكلو، عندنا الكلاش، كاين كاع الاشياء اخرى، كاين ما يتشاف مازال. هانتوما شوفوا كاين براسليات هما، ولكن ان شاء الله الوقت يزحمنا. هانتوما شوفوا معايا السلسلة حتى هي في الهميزات، الوزن ديالها 5.80 غرام، كتبقى الثمن ديالها 580 غرام، 3,350 درهم، 3,350 درهم، 3,350 درهم، 3,350 درهم، 3,350 درهم. ما شاء الله، هذه هي زوينة ممتازة ما شاء الله، 3,350 ديال الدرهم. هيا كاين هذا الموديل تاع هو، هذا فيه 4 غرام، الثمن ديال هذه كتبقى 2,350 درهم، 2,350 درهم، اللي هي 47,000 ريال. راه تقول منقوش سلمى نعيمة، راه تقول منقوش شحال باش كتخدموه، كل حاجة والثمن ديالها. أختي ممكن توصلي معنا تقريبا، دابا كنديرو ديال 570 درهم، 570 ديال الدرهم. بالنسبة للخواتم راه كاينين،
بالنسبه للكلورات كاين، بالنسبه للكلاش راه عندنا موجود، الكلاش عندنا كاين كذلك، عندنا البراسليات بحال الاشكال هادو، هانتوما البراسلي راه موجود. ما عليكم اذا انكم تجوا عند مجوهرات المتوكل، كل عندنا المحل اللي كيسكن في الدار البيضاء وقريب يجي عندنا، يجي عندنا مرحبا. واللي بغى شي حاجه نوصلوها ليه راه نتواصل معنا، راه نوصلوها ليه الى حيث هو في مكان، نصيفطوها ليه بالمجان، هانتوما بالمجان. يعني اللي بغى شي حاجه كنصيفطوها ليه على حسابنا ان شاء الله. كاين براسليات، كاين ميتشاف، يعني باقي القائمه طويله، نخلوها الله في اخر ان شاء الله. وكاين الخويتمات مستعملين، وكاين حلقات، وكاين تبارك الله الرضوي. على كل حال، اذا تبارك الله عليكم، كان معكم سعيد المسافر من قلب قيصريه المجرى، الرقم ديالنا 86 لجل الدار البيضاء او جل قيصريه المجرى، كيدخل مع القيصريه حدا الجامع بالضبط، حدا المسجد، يدخل قيصريه المجرى يسول على المسجد. وبعض الناس كيتلف ليهم قيصريه المجرى مع قيصريه الحفاري، لا حاولوا انكم تركزوا على المترك اللي جا يسول، اولا في الموقع ديال قيصريه المجرى، يجي ديريكت قيصريه المجرى. لان كيف كتعرفوا الدار البيضاء اليوم كتشهد واحد الاصلاحات ديال الطرقات وداكشي، كاين واحد الاكتضال، والناس كيتكر بس الا ما جاش ديريك، الا ما جاش ديريك كيمشي حتى للحفاري يضرب تما، يضرب كيمشي حتى تما ويضرب الطريق وعاوتاني يرجع لهنا. قصارية المجرى شارع الفداء، الله يجزيكم بخير، قصارية المجرى شارع الفداء. بزاف الناس كيمشيو ويجيو، كيمشيو ويجيو للحفاري ويجيو، كيمشيو حتى للحفاري عاد كيقول لهم راه في المجرى كاين فصافة الفلانية. اذا اللي ما كيعرفش ياخذ الموقع او لا يسول، يركز على قيصريه المجرى رقم 86 الدار البيضاء. يا مرحبا، حياكم الله وبارك فيكم. واش ما كاينش الحلقه ديالي من قبيله كنقول بغيت سرت لا دماج دمار 13، لا سرت لا استاذه فاطمه ايهاب، ما عندناش سرت لا ديال دباج 19، دابا سرت لا ما درناش سرت اليوم ان شاء الله. الا بات لنا شي حاجه في الميزات او بات لنا شي حاجه ان شاء الله اللي نستطيعوا ان شاء الله نجيبوها لك اختي، هي الف مرحبا واهلا وسهلا. اذا نتمنى يكون هذا اللايف ديال اليوم عجبكم، كان اليوم في المستوى، ونتمنى انتم كذلك ان شاء الله تنالوا النصيب ديالكم ان شاء الله تعالى. اللي عندوش اللي عنده الله يسر الامور، واللي ما عندوش كذلك نطلب الله تبارك وتعالى انه ان يسر له كذلك وان يسر الجميع. بارك الله لنا فيكم، بارك الله لنا فيكم، بارك الله لنا فيكم، بارك الله لنا في أسرتكم، في صحتكم، في عافيتكم. نتمنى اليوم هذه الليلة تكون ليلة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. حياكم الله، فرج الله عنكم الهموم، ونفس الله عنكم الكروب. نجيب مرحبا، وقضى الله عنا وعنكم كل الديون، وأبعد عنا وعنكم كل الهموم يا رب العالمين. الله يصلح لكم الذرية ويباركنا فيكم. تحية لكم جميعا داخل المغرب وخارج المغرب، جميع المتابعين ديالنا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن فرصة قادمة.